رمضان مبارك كريم، اهلا وسهلا بكم اعزائي اعزتي متتبعي ومتتبعات قناه تيلي ماروك في كل مكان في حلقه جديده من برنامجكم جلسه رياضيه. جلسه رياضيه اللي كنواصلوا فيه الرساله الاعلاميه ديالنا بالرغم من جائحه كورونا. كنواصلوا خوض مباراه قاسيه حارقه امام خصم عنيد اسمه فيروس كورونا. سلاحنا العزيمة والإرادة واتباع الإجراءات والتدابير الاحترازية للسلطات العمومية. في هذا الموعد الحواري وكالعادة ثلاث محاور وضيفان. في المحور الأول سنتوقف عند التدابير الاستثنائية لقرارات منتظر، قرارات من شأنها تعليق أو إنهاء البطولة. في المحطة الثانية سنتوقف عند قضية وإشكالية تؤرق المسؤولين، كيف يمكن إقناع اللاعبين والمدربين بتخفيض أجورهم. وكالعادة تدوينة مثيرة للجدل في نهاية الحلقة. عبر سكايب معنا من آسفي الزميل الصحفي إبراهيم الفلكي المسؤول عن التواصل في أولمبيك آسفي. مرحبا بك سي إبراهيم. مرحبا سي حسن، تحياتي لك وتحياتي للمغرب وإلى المشاهدين الكرام. رمضان سعيد. ومن وادي زم معنا عبر تقنية سكايب نور الدين هشامي المدير العام لنادي سريع وادي زم. مرحبا بك نور الدين. مرحبا أخي حسن، مرحبا لكل مشاهدي تيلي ماروك ورمضان كريم. تدابير استثنائية في موسم استثنائي، هذا هو المحور الأول في جليسة رياضية. قبل ما نبداو النقاش مع الضيفين الكريمين نمشيو جميع ونشوفوا تقرير في الموضوع مع زميلنا بلال بوجديني ثم نواصل الحديث. توقفت لجنة الطوارئ المكلفة بالبحث عن مخرج للبطولة الوطنية من ضائقة كورونا عند مقترح يقضي باستئناف المنافسات المعطلة منذ منتصف مارس الماضي، لكن في إطار جغرافي جد محدود. أصحاب المشروع راهنوا على جدولة العشر مباريات المتبقية من الدوري الاحترافي المغربي وفق مقاربة جغرافية بداعي تشديد الإجراءات الاحترازية والانسجام مع حالة الطوارئ التي تعرفها البلاد بسبب تفشي الوباء. خلية الطوارئ تلقت اقتراحا يدعو إلى خوض ما تبقى من مباريات الدوري المحلي بين محوري العاصمتين الإدارية والاقتصادية على أن تجرى المنافسات المعطلة على أرضية ملعب مولاي عبد الله بالرباط وملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. أصحاب هذا المقترح استندوا إلى صعوبة تنقل الفرق بين المدن في ظل التأخر المحتمل في رفع القيود على الحدود بين المدن، وخاصة تلك التي ما زالت تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا. لم يتوقف المقترح عند المقاربة الجغرافية، بل راهن على استقرار نصف الفرق المشاركة في البطولة الاحترافية للقسم الأول في الرباط والنصف الآخر في الدار البيضاء على أن تقيم البعثات الرياضية في فنادق قريبة من الملعبين وفق تدابير احترازية صارمة. إبراهيم، أغلب الدوريات الأوروبية حسمات في الأمر، منها من علق المنافسات ومنها من وضع أجندة لاستئنافها. طيب، في المغرب الوضع مختلف، هناك لجنة للطوارئ مهمتها البحث عن مخرج من هذه الضائقة، هناك مجموعة من المقترحات. بالنسبة لأولمبيك آسفي من خلال رئيسه يطالب ب وقف المنافسات واستمرار في تعليقها، ما هي مبررات هذا القرار؟ أولا سي حسن، وباء كورونا ليس بالوباء الذي يمكن أن نراه بالعين المجردة وحتى أننا نلمسه، وقد عدب الخبراء والعلماء في العالم كل شيء، وحنا تنتوصلوا بتقارير طبية من مختلف بقاع العالم، ولسنا نحن أحسن من فرنسا أو إسبانيا أو غيرها من الضائقة اللي عايشينها. ولكن مع ذلك المغرب بفضل السياسة الرشيدة لجلالة الملك حاول أنه يعطي المثال على المستوى العالمي، سواء في تدبير الجانب الاقتصادي، الجانب الأمني، الجانب الصحي، وكذلك الجزء الرياضي وهو يتعلق بالجانب الصحي والأمني. فريق أولمبيك آسفي إذا كان السيد الرئيس قال في خرجات إعلامية على أن الأهم الآن وهو التفكير في المستقبل وليس التفكير في مخرج للبطولة أنها ننهيها بأي طريقة كانت.
لان المهم عندنا في المغرب ماشي انهاء مباريات واعلان على البطل واعلان على من سينزل لقسمتي الثاني او من سيصعد للقسمه الاول. المهم وهو تجنب المغرب كارثه صحيه وكارثه ديال وباء كورونا، وبالتالي اي اقتراح يقدم هو لن يكون الاقتراح الاسلم، لان المغرب الان يراقب بشكل جدي، اغلق المطارات، اغلق الحدود، لا يمكن ان تتسرب اي حاله الى المغرب كيفما كان نوعها. اكثر من ذلك هناك حتى الحراسه ديال السلطات العموميه والقوات الامنيه دراك وغيرهم على مختلف المدن المغربيه من تسربات ديال المواطنين من مدينه الى اخرى، فما بالك ان اجراء بطوله مقسمه الى مدينتين، الرباط والدار البيضاء، وجمع الناس. في فرنسا وزير الداخليه وكذلك وزير الصحه في فرنسا دعا الناس ونبههم لعدم استعمال الكليم مكيف الهواء بالسيارات ديالهم مخافة أن يتسرب وباء كورونا من مكيفات الهواء داخل السيارات إلى الأشخاص، وكذلك نفس الشيء بالنسبة للبيوتات. واخا سي إبراهيم خلينا نمشي عند نور الدين. نور الدين، أولا كيفاش داير الوضع داخل سريع واتزام؟ سريع واتزام كباقي الفرق الوطنية يعني تقبلنا القرارات ديال الجامعة الملكية المغربية فيما يخص استمرار الدوري أم لا. نقدر نقول لك على ان كنا عارفين مسبقا على ان الاعداد ديال 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 المصابين هي في ازدياد على الصعيد الوطني، يعني يستحيل معه استمرار الدوري. الامور عندنا حنايا منذ ان تم توقيف البطوله درنا واحد البرنامج ديالنا كفريق ديال نادي سريع واتزام، تنواصلوا التدريب المنزل عبر تقنيه الفيديو كونفرنس، يعني الامور غاديه مزيان، ننتظر ان البطوله تنطلق. ما كنظنش سي حسن في ظل هذه الاجواء على ان يمكن البطوله تنطلق ولو باي حل من الحلول، لان الان ولا تباين في البؤر من اقليم وجهه الى جهه اخرى. كاين جهه اللي فيها الله 50 60 مصاب، بينما تنسمعوا جهه الدار البيضاء والرباط السله فيها مصابين كثار، يعني يستحيل معه اننا نهزوا واحد الفراق ونجيبوهم لواحد البؤره اللي فيها كورونا. يعني هذه من الحلول اللي نقدر نقول انها مستعصيه وصعبه التحقق. في جميع الحالات سي نور الدين غتكون صعيبه، حتى ولو جبنا الفراق المدينه اللي ماشي بؤره راه غادي يكون ثاني اشكال، نجيب الناس من البؤره جيبهم للمدينه ما فيها شي بؤره، ما فيهاش حالات ديال الوباء، حتى هي صعيبه. سي ابراهيم صحيح كما قلت. العكس صحيح. نعم سي ابراهيم، اقتراح ديال تجميع الفرق هل هو اقتراح منطقي، اقتراح غير محسوب العواقب؟ لا يمكن تجميع الفرق، والا سنقول حتى على المستوى الاجتماعي تجميع المواطنين في سوق واحد وندخلهم نقول لهم خذوا يمكن لكم تقوموا بعمليه التسوق ورحنا عارفينكم بان لا هذه اقتراح غير مقبول بتاتا، لان حتى السلطات العموميه لا يمكن لها ان توافق على تجميع الفرق المغربيه، 8 ديال الفرق في مدينه و8 ديال الفرق كما قال سي هشام، صعب جدا. ولان فرنسا وانجلترا وغيرهم من الدول كاين فيهم اللي وقفوا البطولات، وفرنسا اعلنت على ان البطوله لن تجرى، جميع الانشطه الرياضيه لن تجرى ابدا. لان المهم في هذا الشيء كامل واش المهم هو اننا نقولوا بان الفريق الفلاني بطل والفرق الاخرى نزلت القسمه، لا، الاهم عند المغاربه دابا الان وهو صحه المواطن. المواطن اهم من الكره، جلاله الملك قال بان المواطن اهم من الاقتصاد، وبذلك جلاله الملك محمد السادس نصره الله دعم المواطنين وحمى المواطنين ولم يضع في الاولويه الاقتصاد. نفس الشيء بالنسبه للرياضه، الاهم وهو الانسان وليس الرياضه وليست الكره. يجب ان يتجه تفكير الجميع، حتى اللجنه الان التي وكل اليها تقديم المقترحات يجب ان تفهم جيدا على ان اي اقتراح ديال اجراء البطوله واستئناف البطوله سيكون فيه ضرر كبير جدا، ولا يمكن له ان يؤخذ بسهوله وبيسر على اننا غادي نجمعوا اللاعبين وغنحطوهم وغادي نسالوا البطوله وغنقولوا فريق فلاني كذا. لا، الان السلطات العموميه ستنظر بنظره دقيقه جدا وواعيه جدا على انه لا يمكن ابدا
اتمام البطوله ديال القسمتين الاول والقسمتين الثاني، لانها غادي يكون فيها اضرار كثيره جدا، والمغرب في غنى عن هذه الاضرار، انها الشعب ديالو والمواطنين ديالو واللاعبين ديالو والانسان انه يصاب، وستكلف خزينه الدوله ما لا يطاق. سي نور الدين، فريق اتحاد طنجه اعلن رسميا رفضه استئناف البطوله، شنو رايك؟ والرأي ديالي هو اتحاد طنجة، بغض النظر على الأسباب اللي خلاتهم ياخذوا هذا القرار، لا الوضعية ديالهم في الترتيب لا هذه، فأنا متفق إلى كان القرار أنه كيصب في ما هو تهم الصحة ديال اللاعبين ديالو وداك الشيء، فأنا متفهم القرار، وأنت عارف يعني بلا ما نزيد نوضح، ولكن أزيد نوضح فانا تنقول لك السي حسن على ان حتى ان غادي نرجع لهذا الاجتماع ديال الجامعه ونرجع لهذه، لان حتى فاش كان الاجتماع ديال المكتب المديري فهما بحد ذاتهم كانوا عارفين على ان غادي يديروا اجتماع ولكن ما غيقدوش ياخذوا قرار. وفاش داروا القرار خصو يتخاد، القرار دائما خصو يتخاد ما بعد 20، لاننا احنا ما بعد 20 ما يمكنش تاخذ قرار قبل 20. حتى اللجنه دابا اللي دارت راه ما يمكنش، راه غتبقى تناقش غير في اقتراحات واقتراحات واقتراحات. القرار بيد وزاره الداخليه، الدوله بيد الدوله ووزاره الصحه. القرار ديال اي نشاط رياضي سياسي اقتصادي فهو في ايادي امنه، وزاره الداخليه ووزاره الصحه. يعني هذا الاجتماع نقدروا نقولوا تشاوري. مزيان. شاوروا الناس على سبيل الاستئناس. على سبيل الاستئناس، وغادي يبقى قرار القرارات ديال هذه اللجنه غتبقى على سبيل الاستئناف، غتاخذ بزاف ديال الاراء ولكن ما عندهاش الحق تحسم او ترونشي في هذا الشيء. ولكن الانديه سي نور الدين ما سمعنا حتى شي نادي قال شي قرار ديالو، اجتمع مع المكونات ديالو خرج بقرار. كاينين خرجات اعلاميه ديال بعض الرؤساء وهي تعبر عن موقف الانديه ديالها، ولكن شي اجتماع خاص كما دارت الجامعه دابا، شي نادي كون حتى هو واحد اللجنه، كون خاليه وكلفها بهذا الملف، لا اعتقد. انا متفق معك، لان القرار الان ماشي قرار رياضي. لو كان قرار رياضي فانت غادي تشوف جميع الانديه انها تخرج بيانات وبلاغات. هذا القرار ماشي قرار رياضي، هذا قرار ديال السلطات العموميه، السلطات العليا. تنقول لك السلطات العليا سي حسن، راه ما يمكنش شي واحد يقدر يقول ولا يثبت على ان المنافسة الرياضية في ظل هذه الأجواء اللي كان يعيشوا، في ظل هذه النتائج ديال الديبيستاج اللي كيدار وهذه الأعداد الكبيرة ونسبة الفتك ونسبة، راه ما يمكنش واحد ياخذ شي قرار. فرياضيا هذا ما لا يمكن، يستحيل. حتى يونيو تنقول لك يستحيل، لأن حتى ثبت على أن حتى الأطباء ديال الفرق فاش تجمعوا على أن خاص اللاعبين إلا بغاو يعاودوا يلعبوا البطولة خاصهم على الأقل ما بين شهر، ما بين أربعة أسابيع حتى الخمسة أسابيع باش يعودوا يلعبوا البطولة، لأن بحال جات نهاية الموسم واستعداد البطولة الجديدة. يعني هنا كيبان لك على أن البطولة في ماي ولا يونيو يستحيل، يعني إلا كانت شي حاجة في البطولة غتكون في يوليوز ولا غشت. طيب يعني هنا وصلنا الآن للمحطة الثانية في جليسة الرياضية. في المحطة الثانية سنبقى دائما في صلب الموضوع، الرياضة وكورونا، وسنتوقف عند كيفية إقناع اللاعبين والمدربين بأهمية وضرورة وحتمية تخفيض رواتبهم. سي إبراهيم، أصعب موقف هو أنك تطلب من لاعب، تطلب من مدرب ينقص من السالير ديالو. هذه المهمة الصعيبة كاع على طوالك. في الحقيقة بالنسبة للاعبين هما متهمين الوضع. متفهمين الوضع اللي تمر به الكرة، تمر به البلاد. المدربين نفس الشيء، هما واعيين بهذا الشيء، ولكن انا كنتكلم بالنسبة للفريق اولمبيك اسفي كما قال الرئيس بان نحن مع الوفاء بالالتزامات ديال الفريق تجاه اللاعبين ديالنا، لانه تيراعيو الضرورة الاجتماعية، وهذا ثابت بحيث ان كانت كاينه مجهودات مهمة من طرف المكتب المسير مع اللاعبين تقديم المتاخرات اللي كاينه ديال الشهور ديالهم، لان الحمل ديال التكلفه والعبء ديال المصاريف الشهريه
فهذا ضروري. بالنسبه له كان قال الرئيس في لقاء اعلامي على ان يجب مناقشه المسائل ديال الاجور ديال اللاعبين بحضور وكلاء الاعمال ديالهم ومناقشه الوضع، شحال هي النسبه المئويه اللي يمكن اللاعبين انهما يتنازلوا في هذه الظروف اللي تعرفها البلاد، ظروف استثنائيه، ولكن هي لن تدوم اكثر. ولكن هناك جانب اخر، وهو ان هناك عديد من الفرق المغربيه اللي ما عندهاش مداخيل كثيره، سواء تعلق الامر بالمداخيل الاسبوعيه ديال المباريات، وكذلك المنح التي لم تصرف لها من الجماعات والمجالس المحليه، لم تصرف المنح لمده طويله. ثم ان الجامعه كانت اثقلت كاهل الفرق بالغرامات الماليه، فمثلا اولمبيك اسفي كانت كل موسم حتى نوصلوا حتى ل 50 مليون 40 مليون ديال 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 الغرامات. فكانت احنا الان الجامعه يجب ان تعيد النظر في هذا الموضوع ديال الغرامات، و تحمل حتى هي في الجانب إذا كانت خدات الغرامات، فجاء الوقت على أنها تقوم بالجانب ديال المساعدة ديال الأندية المغربية، وكما ساعدت فرق أخرى إما في بناء مركبات رياضية أو في منشآت رياضية أو في عدم وجود السيولة المالية لبعض الفرق. فالآن الجامعة يجب أن تحول تفكيرها ووجهة نظرها ومساعدتها لهذه الفرق اللي ما عندهاش مداخل مالية، ما عندها سيولة مالية. فعلى سبيل المثال فريق أولمبيك السفي واحد السنة راه التذاكير بعنا غير 16146 تذكرة، وهذا كيبين على أن المداخل ديال المباريات ديال الملعب ما تتجاوز 5000 متفرج وما كتكونش دائما المتفرج فريجين كتار. أضيف إلى ذلك على أننا لعبنا مباريات بدون الجمهور، ومع ذلك لم تتحمل معنا الجامعة أي مصاريف أو تغطية النفقات أو غيرها. فجاء الوقت على أن الجامعة بإمكانيتها المالية الواسعة جدا والكبيرة جدا على أنها تدعم حتى هي الإمكانيات المالية ديالها راه مهددة هي كما الامدادات. كما الامدادات الظروف حنا الا كنا غادي نتحدثوا على النقص ديال الاجور وديال الاجور بالنسبه للاعبين المدربين، فهذا غادي يكون فيه حوار للتراضي ما بين اللاعبين وبين اذا كان عنصر ديال الثقه ما بين اللاعبين والمدربين والمكاتب المسيره للفرق، لاننا للاهم في هذا الشيء كامل في هذه الظروف الاستثنائيه. لان غادي نعطي ونفتح واحد القوس في غياب القانون، لان ما كاينش التشريع، القانون ديال الطبيه البدنيه 30/09 ما لم ينص سواء بالحرف او بصراحه او ضمنيا على وجود حاله طوارئ، وبالتالي الان نحن امام فراغ. لكن كاين اشاره، كاين اشاره للقوه القاهره، كاين اشاره للقوه القاهره، ولكن الطوارئ تعني لان وزاره العدل مثلا في العلاقه بين الكاري والمكتري اشارت الى هذا ونصت على نص اجراء للحيلوله دون قيام مشاكل بين الكاري والمكتري. واخا سي ابراهيم، خليني نمشي عند نور الدين، طولنا عليه شويه. نور الدين، في اعتقادك الشخصي من هو المؤهل للتفاوض مع اللاعبين في شان موضوع تقليص او تخفيض رواتبهم؟ هل هو الرئيس؟ هل هو المكتب المسير؟ هل هو المدرب؟ هل هو الوكيل أعمال اللاعبين؟ هل هو عميد الفريق؟ فهادو شكون أو ولا هما كاملين؟ قبل ما نجاوبك سي حسان، المسألة ديال اتخاذ قرار واللي خرج في البلاغ على أن محاولة حث لاعبين على تخفيض الرواتب ديالهم ما بين 20 و 25%، فانا بغيت نعرف هذا القرار فاش تخاد، فاش هو، واش هو اعتراف ضمني على ان البطوله ما غاداش تكمل؟ يعني تخاد قرار باش نناقش، لا راه قال لك هو في الفتره ديال التوقيف ديال البطوله، في الفتره ديال التوقيف ديال البطوله كما قال الاخ ديال اسفي، فكان على الجامعه انها كما الدوله خدات واحد المبادره انها تحمل اقساط الشهريه ديال بعض الناس اللي غادروا العمل ديالهم، فيمكن اعتبار على ان بعض هاد اللاعبين حتى هما مسجلين وحتى هما عندهم حق انهم هاد الاقساط الشهريه على الاقل ما تحملهمش الفرق ديالهم، هذه ديال ماي ويونيو ويوليوز، ما تحملهمش الجامعه، غتحمل الاقساط الشهريه ديال هاد الثلاث اشهر في انتظار نشوفوا القرار ديال واش غنكملوا العام ولا ما نكملوش. باش لما كناش غنكملوا العام ساهل، غادي نريحوا مع اللاعبين ونهضروا على النسبه ديال هاد 20 و 25 في الاشهر ديالهم ونحاولوا نقصوا، لان المداخيل ديال الفرق في هذا الوقت بالذات، فبزاف ديال الناس ما غيكملوش معك العقد ديالهم، انهم ما غيوفوش بالالتزامات ديالهم، ما غيوفوش بالالتزامات لاسباب عديده، اسباب تتعلق بالاقتصاد، اسباب تتعلق بتوجيه بعض فصول ديال هاد لي سيبونسيون، الحاجه اخرى لمحاربه كورونا، اقتناء بعض اللوازم الطبيه، وهذا من حقهم لاننا الان تنعيش واحد الكارثه
ومن حق ان هاد الناس اللي دايرين معاهم حنايا انهم ما يعطيوش الفراق، لان كاين اولويات، الاولويه ملي كتعلق بالصحه ديال المواطن بصفه عامه ما كنبقاوش نتسناو على ان خصنا نلتزموا بالعقود وبهذه. يعني هنا حنا في مفترق الطرق، الجامعه خصها تحمل بعض الاقساط الشهريه ديال 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 اللاعبين، واللاعبين حتى هما في حاله ما كملاتش البطوله فحتى هما غادي يتفاهموا على ان 20 ولا 25% في الاقساط الشهريه ديالهم ولا ديال 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 البريم سينياتور ديالهم حتى هما راه غادي يسمحوا فيهم، لان كما كنقولوا فهاد الوباء فهو جائحه والعواقب ديالها كبيره، فقد تكون نتحدوا لحنا للاعبين للجامعه باش الامور ان شاء الله تكون مزيانه. ان شاء الله ان شاء الله غادي نمشي عندك سي ابراهيم. سي ابراهيم نعم تفضل سي نور الدين. شكون غادي يتحمل المسؤوليه ديال فاللاعب فاش كيجي راه كيجيب تيجيبوا الوكيل ديالو، فاش كنريحوا اطابر الوكيل ديالو اللي كيهضر عليه وتيهضر على يعني شنو هما لي بيرفورمانس ديال اللاعب وكل شيء، فهل لا الوكيل لا اللاعب الوكيل ولا المكتب المديري غادي يريحوا اطابل ويشوفوا اشنو هو اللي في صالح الجميع. اللاعب غادي يعرف على انه كاين مشكل خصو ينقش شويه من هذه، وجميع اللاعبين عندنا حنايا عطيناهم هذاك البلاغ شافوه قراوه وتفهموا المسؤوليه، يعني كننتظروا الفوفا ان شاء الله باش نريحوا معاهم ان شاء الله. ان شاء الله سي ابراهيم هناك طرح في هذا الملف ديال تقليص رواتب اللاعبين، طرح يقول بانه يجب تصنيف اللاعبين حسب الحالات، لاعبون في نهايه مشوارهم، لاعبون لهم التزامات عائليه، لاعبون عزاب، لاعبون اذا ما خصش يكون المعامله تكون شموليه، خص كل حاله تكون كتدرس بوحدها، رايك؟ وفي الحقيقه انا بعدا مع الطرح اللي قال السي نور الدين، وهو ان الجامعه يجب تتحمل الاقساط ديال الشهوره اللي فيها الجائحه كما تحملت بالنسبه للحكام، ومن بعد الموضوع يتم تدارسه مع اللاعبين. التصنيف هو تصنيف بواحد النسبه معينه مزيان انه تم معالجه على مستوى الاجور وكذلك على مستوى الحالات الاجتماعيه للاعبين وعلى مستوى حتى الاقامه وعدد الاطفال اللي كانوا عنده، بحيث نراعي الجانب الاجتماعي للاعب. لان في نهايه الامر غادي يبقى اللاعب هو اللي اللاعب الانسان هو اللي مهم عندنا في هذا المشكل اللي الان كما قلت على انه هو في غياب التشريع في غياب الموضوع ديال حاله الطوارئ، الان يجب ان نجتهد ماشي نفتيو ونعتبره نص ولكن نجتهد طيب. للخروج بنتيجه ايجابيه. شكرا سي ابراهيم. وصلنا الان المحطه الثالثه والاخيره في جلسه رياضيه، في المحطه الاخيره وكالعاده تدوينه مثيره للجدل، هذه المره تدوينه بنبره انسانيه. سي نور الدين، الماي منتصف ماي كما كيقرب المنتصف كنتفكروا الحادث الارهابي الفظيع، انفجارات ديال الدار البيضاء واللي كان ضحيه ديالها لاعب دولي كبير اللي هو عبد اللطيف بكار. كاين تدوينه ديال الزميل ديالنا سي محمد زمان الذي تذكر هذا اللاعب واثنى على خصاله وتاسف للرحيل ديالو بهذيك الطريقه. اش غادي نقول لك، الحقيقه هذا الوجه الاخر ديال الارهاب، انه كيساهم انك كتفقد ناس عزاز وناس كبار وناس يعني تيأديوا الضريبه ديال انهم تيكونوا في واحد المكان يعني للمتعه للاخذ قسط من الراحه، وكيسيبوا راسهم ضحيه ديال بعض الهجمات الارهابيه الغير المحسوبه. وكنترحموا عليه في هذا النهار، هذا كنترحموا عليه في هذا النهار. رحمات الواسعه عليه والله يرحمه. الصديق ديالو عبد المجيد الظلمي ايضا اللي كان صديق ديالو. سي ابراهيم توقفت ايضا عند بعض الكتابات حول مبادره يقوم بها بعض لاعبي الرجاء، بعض الفعاليات الرجاويه لرد شيء ما من المعنويات لطفل مريض بداء السرطان وهو الآن نزيل بإحدى مستشفيات الدار البيضاء رجاوي حتى النخاع. الأمر يتعلق بيوسف إيديكان ابن طيط من الليل. أش يمكن لك تقولنا على هذه المبادرة ديال اللاعبين؟ أولا نشكر قناة تيلي ماروك وكذلك السي حسن البصري على هذه التدوينة
بخصوص الشاب يوسف إيديكان واللي يبلغ من العمر 14 سنة. أولا هو مصاب بسرطان ولكنه يتوفر على معنويات قوية جدا وبأمل، وكما قلت من محبي الرجاء البيضاوي، بحيث أنه له وللعائلة دياله لم يتأخر يوما عن مشاهدة فريق الرجاء البيضاوي، يحفظ الأناشيد، يفرح لفوز الرجاء ويغضب ويمرض للهزيمة عندما تكون ظالمة للرجاء. فمبادرة فريق لاعبي فريق الرجاء البيضاوي لدعم يوسف إيديكان هي دعم لكل الأعمال الإنسانية التي يقوم بها لاعبي فريق الرجاء العالمي. نتمنوا له الشفاء ونتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله، وشكرا لكم. شكرا شكرا سي إبراهيم الفلكي من أسفي عبر تقنية سكايب، شكرا لك نور الدين من واتزم، شكرا لكما، ونتمنى أننا نتلاقاو في هذا البلاطو. يا كسي الفلكي نلتقي مباشرة، لأنني يعجبني جدا أنني نجي للدار البيضاء ونجلس ناخذ كأس الشاي. اسمحوا لنا، اسمح لنا سي الفلكي، وعذرا عن الإزعاج. آسف على الإزعاج. آسف. طيب. آسف على الإزعاج. وبهذا كان وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامجكم جليسة رياضية، نتلقى معكم غدا إن شاء الله في نفس التوقيت على نفس القناة بمواضيع أخرى ضيوف جدد. إلى ذلك الحين لكم مني ومن طاقم البرنامج طيب المنى، إلى اللقاء.